مرحبا، هذا اللي عندي اللي هو الكيفلكس مثل ما سمونه، أو الكبسول الرصاصي، يحتوي على المادة الفعالة السيفالوكسين من مجموعة السيفالوسبورين. زين، موجود بتركيز، يعني تركيز 500، وموجود أيضا بتركيز 250 ميلي جرام، وأيضا موجود بشكل شراب متوفر بشركات مختلفة. هذا مضاد حيوي مو كرزات، يعني لازم من تاخذ هذا العلاج لازم تكمله نهائيا، تكمله، يعني ما يصير تاخذ لك كبسولة واحدة وتركه، لازم تكمله لحد ما تروح عندك العدوى، لان اذا خليته مثلا خذت واحدة وقطعته راح ترجع عندك الالتهاب ويكون بصورة قوية. هذا إلى استعمالات عديدة، وما شاء الله العراقيين يستعملونه مثل الجوكر لكل الالتهابات. هذا يشتغل على التهابات الأذن الوسطى، التهابات البلعوم، التهابات المسالك البولية، أو الالتهابات الثانية الموجودة بالجسم. يعني هذا مضاد حيوي، مضاد حيوي مو كرزات، والاستعمال مالته 4 مرات باليوم الجرعة مالته، سواء كان الشراب أو الكبسول. وإن شاء الله يا رب الصحة وعافية، وتحياتي لكم. ما صور واحد ما مستعمله.